لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. ده في كتاب الفتن من صحيح. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أبي المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشامي وأثب بن الزبير بمكة وأثب القراء بالبصرة فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساقطا على أحياء قريش. إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على الدنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا، إن يقاتل وإن ذاك الذي بمكة. تشكيل هو المصحف في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد. نعشكم يعني أحياكم. قال أبو عبد الله وقع هاهنا يغنيكم، وإنما هو نعشكم ينظر في أصل كتاب الاعتصام. قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. قال حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء عن حذيفة قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. ماذا لو رأى حذيفة ما يقال في زماننا؟ والله أشد مما يعني ولد في زمن. قال العيني أي هذا باب يذكر فيه إذا قال أحد عند قوم شيئا ثم خرج من عندهم فقال بخلاف ما قال. في التوضيح معنى الترجمة إنما هو في خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية ورجوعهم عن بيعته وما قالوا له، وقالوا بغير حضرته خلاف ما قالوا بحضرته، ودي اللي أدت إلى الفتن العظيمة التي وقعت. قال ابن حجر في ظل علية له من قصب، زاد في رواية يزيد في يوم حار شديد الحر. حار شديد الحر، العلية هي الغرفة جمعها علالي والأصل عليوة فأبدلت الواو ياء وأضغمت بات علية في بات المبارك في ظل علولة يستطعمه الحديث، وفي رواية بالحديث أي يستفتح الحديث ويطلب منه الحديث.
قولوا إني احتسبت عند الله أو إني أحتسب في رواية، معناه أنه يطلب بسخطه على الطوائف المذكورين من الله الأجر على ذلك، لأن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، وهو أقسم على ظنه، وهو ما يرى علاماته وقرائنه قوية في القتال من أجل الله. إنكم معشر العرب، في رواية ابن مبارك العريب، إنكم معشر العريب يعني العرب، يعني إن الله قد أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني هنا روي بالمعنى. وإن في رواية يزيد إن الله نعشكم، وفي رواية في أوائل الاعتصام قال إن الله يغنيكم. قال أبو عبد الله والبخاري وقع هنا يغنيكم وإنما هو نعشكم، وقع عند ابن السكن نعشكم على الصواب، معنى نعشكم رفعكم، وقيل عضدكم وقواكم. إن الذي بالشامي يعني مروان، وفي رواية سكين عبد الملك ابن مروان والأول أولى، لأن الوقت ده اللي راحوا فيه كانوا لسه في البداية، إن مروان اللي كان موجود، ومروان لما مات مسك عبد الملك على طريقة أبي. وإن هؤلاء الذين بين أظهركم، في رواية إن الذين حولكم الذين تزعمون أنهم قراءكم، يقول لهم غالبا بالبصرة، في رواية فقال أبي فما تأمرني إذن فإني لا أراك تركت أحدا، قال لا أرى خير الناس اليوم إلا عصابة خماص البطون من أموال الناس خفاف الظهور من دمائهم، لا بياخدوا فلوس من حد ولا إيه ولا بيسفكوا دماء حد. قال إن أحب الناس إلي لهذه العصابة الخمصة بطونهم من أموال الناس الخفيفة ظهورهم من دمائهم. وهذا يدل على أن أبا برزة كان يرى الانعزال في الفتنة وترك الدخول في كل شيء من قتال المسلمين، هذا لا يلزم أنه كان يرى ذلك في الواقع الذي رآه، لأنه كان يرى أن كل القتال المقاتلين كان على على الدنيا. أما أن ذلك رؤيته لعلي بن أبي طالب مثلا مع من خلفه لا يلزم. في أمر علي بن أبي طالب هنا يلزم بأن عليا هو ليه هو المصير، يقول ولا سيما إذا كان ذلك في طلب الملك وفيه مش لا سيما هو ده الدخول في وإلا في الفتنة في قتال طائفة باغية لطائفة عادلة، شرع الله عز وجل أن نقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أما إذا كانوا كلهم يقتتلون على الدنيا فيترك هنا جميع، ذلك الوقت كان فيه من حق هو الصحيح أن إمام الحق في ذلك الزمان كان عبد الله بن الزبير، لأنه بعد موت يزيد تمت البيعة له. لماذا قال إن هو أهل قتال الدنيا؟ هو شايفه كده، ده اجتهاده، هو شايفه هو إن ده من الدنيا أيضا. في لحظة ما حصلش كان واجب على أتباع بن زويد شرعا إن هم يتوبوا قتال معه، لما لقوا الأمر الانتشار الرجال لم يصل معه برعمه بدأ النظام واضح، ولا كان يجب القتال لغاية آخر لحظة؟ لا، لا يلزم القتال المعلوم أنه يؤدي إلى فساد. قال ولا وفيه استشارة أهل العلم والدين عند نزول الفتن وبذل العالم النصيحة لمن يستشيره، وفيه الاكتفاء في إنكار المنكر بالقول ولو في غيبة من ينكر عليه ليتعظ من يسمعه فيحذر من الوقوع فيه. ولو في غيبة من ينكر عليه أو من ينكره عليه، يقول وإن ذاك الذي بمكة يعني ابن الزبير
والله يقاتل إلا على الدين. مطابقة للترجمة من حيث أن الذي عليهم إن الذي عليهم أبو برزة إن الذي عانيهم صح مش عليهم. أو عناهم بقى. أبو برزة كانوا يظهرون أنهم يقاتلون لأجل القيام بأمر الدين ونصر الحق، وكانوا في الباطن إنما يقاتلون لأجل الدنيا. قال ابن حجر إن الله يغنيكم بالإسلام، يقول نبه أبو عبد الله المصنف على أن الصواب مع شكر. وكيف تعرف موضوع النيات؟ القرائن، قرائن الأحوال، وأنه بيظهر للإنسان الحق ومع ذلك يصر على إيه؟ على المنكر. زي ما أنت شايف كده الدنيا عاملة إزاي دلوقتي. تقول لي إن الجماعات المتقاتلة دي اللي بيقتل بعضهم بعضا في اليمن وفي ليبيا ويعني في غيرها وفي سوريا حتى بيقتتلوا يعني مع بعضهم، ثم كان ذلك سبب لتسليط الكفار عليه، نسأل الله العافية. يعني الجماعات التي قتلت من أهل السنة من قتلت يسلط عليهم الآن الروس والإيرانيين والعلويين والشيعة والعلمانيين في تركيا فعلا مصائب، أسأل أن يرحمنا. لو عندهم مظالم، يعني مين اللي عنده مظالم؟ المشكلة في البدعة، البدعة هي الأخطر. إذا كان اقتتال على الدنيا مع كونهم جميعا من أهل السنة كانت أمرا مذموما، فما بالك بقى بوجود البدعة بتكفير المسلمين استباحة دمائهم وأعراضهم. يعني كل اللي حصل من اقتتال أيام الصحابة كان من غير أن يستبيح الدماء المعصومة، ولم يكفروا بعضهم بعضا، لكن تأولوا في القتال. يقول ينظر في أصل الاعتصام، فيه إشارة إلى أنه صنف كتاب الاعتصام مفردا وكتب منه هنا ما يليق بشرطه في هذا الكتاب، كما صنع في كتاب الأدب المفرد. أنا عمل كتاب الأدب المفرد وبعدين حط منه في الصحيح إيه؟ ما يوافق شرطه. لما رأى هذه اللفظة مغايرة لما عنده أنه الصواب أحال على مراجعة ذلك الأصل، وكأنه كان في هذه الحالة غائبا عنه، فأمر بمراجعته وأن يصلح منه. وقد وقع له نحو هذا في تفسير أنقض ظهرك، نبهت عليه في تفسير سورة ألم نشرح. قال ابن التين عن الداودي أن ذكر حديث أبي برزة هذا إن هنا إنما يستفاد منه تثبيت خبر الواحد، وهو غفلة منه، فإن حكم تثبيت خبر الواحد انقضى وعقب الاعتصام بالكتاب والسنة. يعني باب تاني كان سابق على ذلك. ومناسبة حديث أبي برزة للاعتصام بالكتاب من قوله إن الله نعشكم بالكتاب ظاهرة جدا، الله أكبر. إن الله نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الثانية إن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد. مطابقته للترجمة من حيث إغناء الله عباده بالإسلام وبنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو عبارة عن الاعتصام بالدين وبرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر قال ابن بطال إنما كانوا شرا ممن قبلهم، لأن الماضين كانوا يسرون قوله، ده في المنافقين بقى، يقول النفاق اليوم أشر، لأنهم أن ماضين أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى شرهم إلى غيرهم، وأما الآخرون فصاروا يجهرون بالخروج على الأئمة ويوقعون الشر بين الفرق فيتعدى ضررهم لغيرهم. سيد نوع يجرون الخرى للأئمة مش هيد القضية، لأن أدركوا حذيفة رضي الله عنه في يعني أواخر عصر الصحابة
أنواع من البدع والضلالات مثل الخوارج والغلاة الرافضة الذين الله عليا إن كان قد أدرك ذلك، ربما يكون قد أدرك بدايات ذلك الأمر. قال ومطابقته للترجمة من جهة أن جهرهم بالنفاق وشهر السلاح على الناس هو القول بخلاف ما بذلوه من الطاعة حين بايعوا أولا من خرجوا عليه آخرا، أو لأنه لمس ما وقع من يعني هؤلاء المنافقين الذين خرجوا على عثمان، وفي حقيقة أمرهم أنهم كانوا يهدفون إلى هدم الدين. قال ابن التين: أراد أنهم أظهروا من الشر ما لم يظهر أولئك، غير أنهم لم يصرحوا بالكفر، وإنما هو النفس يلقونه بأفواههم فكانوا يعرفون به. كذا قال، ويشهد لما قاله المطال، أخرجه البزار من طريق عاصم عن أبي وائل: قلت لحذيفة: النفاق اليوم شر أم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فضرب بيده على جبهته وقال: أوه، هو اليوم ظاهر، إنهم كانوا يستخفون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المطابق طول الترجمة: من حيث إن جهرهم بالنفاق وشهر السلاح على الناس بخلاف ما بذلوه من الطاعة حين بايعوا أولا. هو النفاق الذي تكلم عنه أنه إيمان وكفر، هو إيه؟ هو الذي وقع من الخوارج والغلاة الذين حرقهم عليه. يبدو أن أو كذا نفاة القدر، يبدو أنه قد اطلع على كلمات في هذا الباب من هؤلاء المبتدئين. قال ابن حجر: قال ابن التين: كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، وأما من جاء بعدهم فإنه ولد في الإسلام وعلى فطرته، فمن كفر منهم فهو مرتد، ولذلك اختلفت أحكام المنافقين والمرتدين. الذي يظهر أن حذيفة لم يرد نفي الوقوع، وإنما أراد نفي اتفاق الحكم، لأن النفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفر، ووجود ذلك ممكن في كل عصر، وإنما اختلف الحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم ويقبل ما أظهروه من الإسلام، ولو ظهر منهم احتمال خلافه، وأما بعده فمن أظهر شيئا فإنه يؤاخذ به ولا يترك لمصلحة التألف لعدم الاحتياج إلى ذلك. ليس صحيحا أيضا، بل الظاهر والله أعلم أن النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يجهرون بمخالفة الشرع، وأما بعد ذلك فصاروا يجهرون كنفي القدر وتكفير خيار الأمة والقول بقى بما هو أشد من ذلك مع انتسابهم للدين بخطأ النبوة أو بتأليه علي رضي الله عنه أو نحو ذلك. إذا طبقته على أهل البدع الذين يجهرون بما يخالف عقائد أهل الإسلام وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهم الزنادقة، منافقون أظهروا نفاقهم. وقيل غرضه أن الخروج عن طاعة الإمام جاهلية ولا جاهلية في الإسلام، أو تفريق الجماعة. الكلام ده ما ينفعش مع قوله إنما هو الكفر بعد الإيمان، فيقصد أن المنافقين أظهروا الكفر، كمن يتكلم اليوم ويقول دعونا من القرآن ودعونا من الآيات القرآنية، فإذا قيل له كافر قال كفرني. وكذلك من يقول هذا القرآن يجب تعطيله لأنه لم يعد صالحا لهذا الزمان، تقول له أنت كافر يقول لك إيه، تكفرون أنت تكفير، وهم كفار قطعا واقين. هذه الزندقة. وكذا من ينكر السنة جملة زنديق مرتد. وقيل غرضه أن الخروج عن طاعة الإمام جاهلية ولا جاهلية في الإسلام، أو تفريق الجماعة، فهو بخلاف قوله تعالى ولا تفرق، يعني التفرق خلاف قوله لا تفرق، وكل ذلك غير مستور، فهو كالكفر بعد الإيمان. تأويل للحديث مطابقته للترجمة: حيث أن إن المنافق في هذا اليوم قال بكلمة الإسلام بعد أن ولد فيه وعلى فطرته، ثم أظهر كفرا فصار مرتدا
تدخل في الترجمة من جهة قوليه المختلفين. الخروج على الإمام ليس كفرا في كل الأحوال، يقول كأنه، عشان كده بيقول ده مش ده المقصود. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.